ترفع القدس جبينها نحو السماء حين لا تجد في الأرض مجيبا، تقبض القدس على الجمر حين لا تجد في أكنافها معينا، تنتظر القدس وتحتسب في ذكرى النكبة. يقول هؤلاء رحاب القدس الشريف مثل رحاب مكة والمدينة، وقد قال الله في المسجد الأقصى في سورة الإسراء: الذي باركنا حوله ليعرفنا بفضل تلك الرحاب، فكل ما هو واقع بها كأنه واقع برحاب المسجد الحرام ومسجد طيبة. إن زوال إسرائيل قد يسبقه زوال أنظمة عربية عاشت تضحك على شعوبها، ودمار مجتمعات عربية فرضت على نفسها الوهم والوهن. كلماتي الحقيقية لم تنتهي، كلماتي هي كلمات كل حر وكل مناضل. من يبحث عنها يجدها في حبات المطر، في تدفق الليل، في التربة الخصبة التي أحب. إذا بحثتم عنها ستجدونها في عيون الأبرياء، عيون الأطفال، كل الأطفال في بلادي. إنني واثقة أن هذه الكلمات سوف تجعل البسمة تعلو وجوهكم، وجوه أحبائي، ولسوف يسعدني ويسعدني كثيرا، ولسوف يشقيني بكاؤكم بقدر ما تسعدني ابتسامتكم. كل ما أردته هو أن أكتب لأمي لأقول لها إني أشهد هذا التطهير العرقي المزمن، وأنا خائفة جدا وأراجع معتقداتي الأساسية عن الطبيعة الإنسانية الخيرة. هذا يجب أن يتوقف. أرى أنها فكرة جيدة أن نترك كل شيء ونكرس حياتنا لجعل هذا يتوقف. أشعر بالرعب وعدم التصديق. قضية فلسطين لا تحل في أروقة مجلس الأمن، بل تحل على ثرى فلسطين. لي وصية واحدة أود أن أوصي بها، أوصيكم بفلسطين.